المستشار النمساوي يستبعد تحقيق السلام في أوكرانيا دون بوتين. وزير الخارجية يبدأ جولة مكثفة في الشرق الأوسط لبحث التهدئة في غزة. النمسا تستثمر 1 مليار يورو لدعم خفض أسعار الإسكان. حصول 2000 شخص على حق اللجوء مع تراجع أعداد الطلبات. والبرلمان الأوروبي يحظر الرسوم على التحويلات البنكية. وأخيراً ارتفاع معدل البطالة بين خريجي الجامعات بسبب الذكاء الاصطناعي. مشاهدينا الكرام، من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم. أكد المستشار النمساوي كارل نيهاما في مؤتمر باريس لدعم أوكرانيا على ضرورة مشاركة الرئيس الروسي بوتين في المفاوضات لتحقيق السلام. ونوه نيهاما لضرورة التعاون الأوروبي والعمل مع اللاعبين الدوليين لوقف الحرب في أوكرانيا، وقد شارك في القمة رؤساء فرنسا وألمانيا وإيطاليا ورئيسة المفوضية الأوروبية. وركز المؤتمر على الصراع الروسي الأوكراني واستراتيجيات المضي قدما لتحقيق السلام. وأكد نيهاما على ضرورة وقف العدوان والقتل والدمار. بدأ وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ جولة مكوكية في الشرق الأوسط لمدة 3 أيام تركز على الأزمة في غزة. وتشمل الجولة زيارات لإسرائيل والأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان للاجتماع مع وزراء الخارجية ومسؤولين آخرين. وأكد بيان للخارجية على أهمية الدبلوماسية في حل الصراعات بالمنطقة، مع توجيه 3 رسائل رئيسية مثل وقف إطلاق نار إنساني لتسهيل وصول المساعدات وإطلاق الرهائن وخطة إدارة مدنية لغزة ودعم حل الدولتين وإنهاء معاناة السكان في غزة. اتفقت الحكومة النمساوية على خطوات لدعم الإسكان وتنشيط قطاع البناء بإدخال 1 مليار يورو في بناء وإصلاح المباني السكنية. وستخصص 1 مليار يورو لبناء 20,000 منزل جديد، بالإضافة إلى إصلاح 5,000 مبنى. وسيعفى أصحاب المنازل من رسوم المنزل الأول، مما يوفر 11,000 يورو. وستدعم الولايات قروض الإسكان بأسعار فائدة منخفضة للشقة الأولى للفرد، وتهدف هذه الخطة إلى زيادة ملكية المنازل والسيطرة على ارتفاع الأسعار، مع توقع تأمين 40,000 فرصة عمل. تراجعت طلبات اللجوء في النمسا في يناير إلى 2,287 طلبا مقابل 4,288 في يناير من العام الماضي، حيث شكل السوريين المجموعة الأكبر متجاوزين الأفغان. وكان قرابة نصف المتقدمين من النساء، بزيادة الضعف عن العام السابق، وانخفض عدد اللاجئين على الحدود المجرية مع برج اللند إلى 100 شخص مقابل 2,261 من الفترة نفسها العام السابق، حيث تحول مسار اللاجئين إلى البوسنة وسلوفينيا. وانخفضت الطلبات في أوروبا بنسبة 5%، وتم البت في 2,000 طلب لجوء هذا العام، وما زال أكثر من 36,000 طلب قيد النظر. وافق البرلمان الأوروبي على قواعد جديدة تمنع البنوك من فرض رسوم على التحويلات الفورية باليورو داخل دول الاتحاد، بحيث تكون بنفس تكلفة التحويلات العادية. ومن المقرر بدء التنفيذ من أبريل هذا العام، مع فترة انتقالية حتى خريف 2025، ويجب على البنوك في 20 دولة تقديم تحويلات في أقل من 10 ثوان على مدار الساعة. وتهدف هذه الإجراءات إلى مكافحة الجرائم المالية وحماية المستخدمين من الاحتيال، بينما تسري القواعد في دول غير اليورو الأوروبية ابتداء من عام 2027،
وفي العام التالي للعملات الدولية. ارتفع معدل البطالة بين خريجي الجامعات في النمسا بواقع 19% ليصل إلى 27,000 خريج في يناير، حيث يعزى نصف زيادة لتدفق اللاجئين الأوكرانيين. وتواجه بعض التخصصات صعوبة في العثور على وظائف مناسبة بسبب الفجوة في المهارات وتأثير التكنولوجيا، خاصة بين الأشخاص الأكبر سناً. وتشهد بعض التخصصات تراجعاً في الطلب بسبب الذكاء الاصطناعي، في حين يزداد الطلب على التكنولوجيا والهندسة والعلوم الصحية، حيث يعتبر تقديم برامج دعم وإعادة تأهيل يعزز فرص العمل. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم. لمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا ممدوح مكين. أمسية سعيدة. شكرا وإلى اللقاء.